هلا الذي هلا هلا من هلا اللي قد خذلها في وقت الاختبار وانكشف؟ برشام. برشام انا ما احب الغش. وش التصريفة؟ لا تقول، لا تقول لي في والله ما قد غشيت بحياتي الا مرتين. مرتين والله مرتين، ما مره ما استفدت منها، عجزت اطلعها اني اخذت معي برشيم حملت الماده ما غشيت، خفت. والمره الثانيه سليم ما غشيت، انت حامل الدكتور صار كان عندي، صار كان عندي، قلت القصة هذه اتوقع في بداية البرنامج. لا سمعت انا والله في بداية البرنامج. عطني اياها بالله قصة عليكم ان شاء الله بعد الليلة بالليل، ذكرني ابو شايق القصة دي. قصة الليلة بالليل لكن دي قصة بلا تبي تنام اقول القصة؟ قصة برشام خلاص قلت لك قصة. يلا يا عبد الله اخلص اقول لك شيء، اقول لك شيء شيء الله. انا قد انا سويت قصة موقف في ثالث متوسط، يقول عب، عرفت القطعه اللي يقول عب؟ ايه اللي يعطيك خمس اسطور. كانت عن كينج الملك عبد العزيز، يعني الملك عبد العزيز. كينج الملك عبد العزيز. قل كينج عبد العزيز. كينج عبد العزيز. بس انا قصدي انها يعني في الملك عبد العزيز. بس هي كينج كذا مدري. اسلم. واكتبها اكتبها ما عرفتها صعبه. فعود اخذها مقشطها طالعين في ورقه. اما شويه حل على الايام خلاص قلني في اخر شيء واقفل التعبير. شوي والله انا دكتور اسمه ذا درس جاين. وايش اللي معك؟ وانا اقول بها كذا عني صغيره. ايش ذا؟ ايش ذا؟ جوعان يا اخي قرطيس. ايش افتح فمك، افتح فمك، افتح فمي. بياخذ الذي طلعها عادي، الرجال بياخذها بيكشفني صح؟ طلعها. وقمت وشامل فيه مويه، خفت انها تنشف. تعرف انت ورقها وش دراك انت؟ كيف الطريق؟ كيف؟ خايف ان انت بعد جيت تموت وانت غاش يعني على 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 معصي كذا. انت على معصي. وانت قال لو متك ميت على جاي صح. ميت من وجهه. ما بغيت تعشب ولا اشرب مويه. انت مسك الماء عندك عشان ثاني مره ما عاد تغش. انا ما عاد غشيت عقبه صارت رساله، صرت انصح الناس. الرساله جت ببطنك. رساله قلت اني قاعد زياره طبعا. الرساله والله ببطنك يا ابو جايع. مو ترى ما يبي على كل حد، بعض الاحيان تاخذ شيء معك والله اللي ذاكر انه ما يحتاج برش. والله العظيم نصيح. انا اقول لكم هذه مره اللي مع الدكتور انه حط جنب كرسي جنبي عجز، قمت سلمت ورقتي زق الوكاد. ها ولد 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 العاب. الحاجه الثانيه هذا ايش عندك كاشخ يا ولد؟ ايه ترى الدعوه ريالتي لا تشدونها باثنين، عادي لقاء وكان الوضع عادي. تقول راح لك عرس. اسلم. الناس هذي. اشدد. توكل على الله، توكل على الله بس. اشدد معطيها مشط. معطيها مشطي. انا والله ذاك اليوم اللي لابس الثوب الاسود الداخل. انا قد صار لي موقف بايخ في الاختبارات. ها؟ قد صار لي موقف. قدام المقدم ابو سعود. يقول جاي قدام المقدم. اسمع، قد صار لي موقف بايخ في الاختبارات. ها؟ كثر المواقف. يا طول عمر السلامة. من المواقف البايخة هو غش الله يعفي. كان واحد من العيال غايب تقريبا، عنده ظرف يمكن تقريبا شهر، حول الشهر اسبوعين كذا، اسبوعين ونص غايب عن المادة واختبار صعب داخل. وقبل أن أدخل قال تكفى يا مصر داخل 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 الإدارة، أنت معك ملخص وحاضر مع مدرس وعارف إن الأمور كلها وملخص معه ومذاكرتك يعني زينة، وبتحل عليكم السلام وبتحل. قلت أبد ان شاء الله لو من حصل فرصه مشط ابو. وانا حل ما كتبت اسمي في الورقه، ناوي ايش تبدل؟ بدل ورقه قطع عمر السلام. وحل 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 واخلص الاسئله كلها، اختبار بسيط ما هو انا مذاكر ذاك اليوم، وهو يمكن له اسبوعين ونص ما حضر، وانا بنفع يعني اني الخوي الخوي. ومدرس يجيني يشوف قال ما شاء الله عليك امورك يعني طيب. يوم انا تعدى من عند المدرس خلاص بيروح بيروح للجهه الثانيه، في واحد ثاني بيجي تعرف هم يتناوبوا صح، واحد يمشون من بين الصفوف. وانا التفت على اخوي ويعطيه الورقه، يعطيني الورقه اللي عنده اللي فاضي. الاسئله صح وخطا يمكن 10 فقرات نفس الشيء، بس اللي فيها تعبير وتعليل وتكتب تعريف مختلفة عن الأسئلة اللي القوم القوم يده بتعرف فيها. الورقة اللي أعطيت إياها درجة كاملة يعني بنسبة 99. ما سجلت اسمي، مخلي له ورقة عشان يسجل اسمه على طول. بس يا ولد والله مجيها منه
التعريف يا دوب اذكر البدايات اللي فيها. تعرفون لغة واصطلاحا؟ اذكر لغة بس اصطلاحا ما اعرفه. نعم الفرق. وبلش مدرس جاني طول عمره السلامة، شايف انا ورقتي محلين حالة قبل المهم طول عمره السلامة الحين في فراغات ما حليتها، كيف الطريقة؟ وابدا اكتب من راسي عشان ايش؟ اعبي ورقة عشان ما يشك فيني واعبي ورقة طول عمره السلامة، في تروح بظروفها وياخذ الدرجة كاملة وانا اخذ يمكن 10 من 20 مدري كم. احلى واحد هذه من المواقف البايخة اللي طحت ميت جوع. هلا نواصل نكبس يبونك الخوي الخوي ضاع المطعم وصل يا سيف. باقي على الدقيقة؟ باقي على الدقيقة. اذان اذان على الدقيقة باقي عشان اذان. لا لا ما يمديني انام. تنام كذاب، راح تاخذ طلبك بتاكل. اباكي ثم بروح انام. لا اله الا الله. ما يمديك. هذا قد تصرف. والله ما يمديني. بعد صلاة نام. كم باقي على ذا؟ ابي اكل معك سيف. يا شباب اللعبة ذي ذكركم. وش تعال تعال ايش طالب؟ يا شباب اللعبة ذي ذكركم. لا وش من وش المطعم؟ وش المطعم؟ اللعبة ولا الصورة؟ شارع عمر. شارع عمر. ايش فيه؟ هو يلعبها ذي. هو اللي علمنا. والله اني اذكر كنت شراها عيال بس ما قد لعبناها. لعبت انا وياهم شادي عمر وعبد الله الرقي اللي معنا. اللي معنا يا ربي. انا وانت وحيلان ومشاري ومشاري. وانا لعبت معكم وطلعت ذاك اليوم. مصر طلع من اللي كان فيه بعد. هيسوكا تعرفون هيسوكا؟ مشفر. ليش ترميها كذا تلعب فيه؟ ليش؟ ليش الوداع؟ لان هي متفرقعه بكل محل. انا طال عمرك قبل تدخل ابو شحاب نظيف قبل تدخل ابو شحاب انا بعطيك قال ابو ميدي اذا خلصت من المدرسه على طول اركب الباص وعود يلا وانا دائما احب اي شيء ملفت دائما احب اناظر فيه يا والله في ناس تضربوا عند المدرسه والباص باقي موجه وانا جالس اناظر فيها شوي طيب سلامه ما دريت الا اللي جايني من ورا ماسكني منه انا احسب انه قد يضربوا قد مفاجئين يحسبون انا مضرب معهم وك اخ وك وك يا والله انه ابوي ابوي ماسكني منه انا احسب انه واحد يدور له مشكله قال زود قال ابوي اركب اركب انا قال لي ذيك مدرسه تقول كم الباص ولا تعلم المضاربه كم اللي فيك ما يخطيك من جلد ليش ما وداك ليش خلاك تروح مع الباص؟ ركبت معه هو ركب لي معه هو يقول اركب اركب يعني تعال اركب معي هو لو انه ما جاء ما كشفني هو لو انه ما جاء ما كشفني كان بركب مع الباص وبروح لكن انا جاني وقد وصاني قد قال انتبه من تضربون يمكن يجيك ضربه وانت مالك دخل فيها انت من مشاكل انت من مشاكل وتظل تضربون يمكن يجيك يعني حيط حد يحلف على حد شيء عرفت تجيك كان ترك معك هذا اللي هو صادق طراه مشاكل يوم تقول انتبه من مشاكل الا انا ابوي اغلب الابوال عند عيالهم ما يبونهم في المشاكل اللي يبون الله يخليك ابوي انا مستحيل يهاوشني مستحيل ايش لاني انا مسالم ما عندي من المشاكل شيء لكن تعرف في الثانوي يطلع عمر السلامه يوم تروح مع الشباب وكذا اخوياك عيال عمك يجيك يوم كذا تكون شاطح مره من المرات يطلع عمر السلامه يجي في هوشه انا مالي دخل احنا العيال اللي معي ما لهم دخل اصلا في الهوشه كذا انت مرج ما مسالمين مسالمين عمر السلامة انتم تسمونها حيود ايه حيود يطلع عمر السلامة في السيارة كيف كيف طريقه كيف بروح لبوي كيف انت من اللي حذف هم اللي في الهوشة احنا ما دخل احنا نتفرج حيود قاع في القزاز ايه كيف طريقه كيف انا دحين يوم شفت حيود انا ما شلت هم القزاز شلت هم الرجال لا شلت هم ايش اذا رحت البيت انا اللي متهاوش ولا كنت واقف كذا اتفرج صح وانت خلاص الحين في الموقع اللي فيه الكلام ذا كيف الطريق؟ ها؟ هذا الرجل اللي معي قلت له ماني برايح للبيت الا لان القزاز يشوف الطريقه. ما مشيت. تروح صناعيات يا طير السلام مع الظهريه. والله الصرف. يا دوبنا الحق المحلات ويلا غير ولو ودك تتاخر على البيت بوك يرقب. غير قزاز غير لي قزاز اي كلام ظني لو يجي هواء انكسر. طيعها. اي بس اهم شيء اني اروح كذا للبيت سليمه الامور. اي الامور طيبه. راح طير السلام اضطرها يوم اني اضطرها انك يعني الفرقه في هذه مشكله والله مشكله هل هو انها ما وقعت في ايش اسمه في القزاز كان الامور طيبه كان لا لو انها وقعت فيني انا صح جاتك هنا يا ولا في عينك سرعتك
والله انتبهوا يا شباب. بعد في واحدة ثانية يا ابو عيد قبل ما يبدون الشباب. الطرطيد اللي في العيد واحد من جماعة ولد خال. لا تقول يلعب نارية. العب نارية ولد خال امي. ايه الولد صغير وشبه واحد من الكبار، بعض الكبار الله يهدي. شب الطرطيد عليك عرفتها اللي تخرج منها مجموعة. ايه العب نارية. جاك الولد الصغير ما يدري صغير عن جاك صغير حط ايده عن عينه حطه على هذا الحين ينتظر ذي لأن يطلع منها شيء ذي الحين اي ينتظر الفتيله لين تخلص ما يدري هو الولد صغير ما يدري ايش ذا جاي كذا عن جاي كذا شوي لين ترفع عين عن هذا الحين الله يجعل ربي يشفيه ان شاء الله ويعافيه عن عين هذه ما شوفها ها في واحد يطلع شبت يعني طرطيع وطرطيع مع الكبار ود كنا نلعبوا بالكبار يا ابو عيد نلعبوا بها بعيد عن الصار ها في واحد يطلع مرسل سلامه من الشباب اعرفه عندنا في جهه الطائف ما عندنا في تروبه في الطائف في ايام الاعياد تعرف اللي يجيبون العاب الناريه هذه والزواجات والله ما ادري في يوم عيد ولا عندهم زواج لكن في ساح زي كذا وحاطين لها الماسوره حقتها والله ذوك الكبير اي ومطلع الفتيله حقتها ويشب الولع وبعد عنها شوي اموره طيبه هي طيب السلامه ما ادري فاسد في بعضها فاسد ما يطير في ما تعدى ما تعدى ايه تنفجر في نفس المستوى اللي حوله بيطلع عمر السلامه من هنا عند مرقبته وحراق للحين باقي طبعتها موسمه فيه فما بالك لو توقع في وجهه ولا توقع يطلع عمر السلامه في وجهه ورع صغير ترى تسبب حرائق سمعت بقريه شعبيه قريه شعبيه في الرياض هنا كان جنبها شعبيه واجد لا اسمه السوق اسمه قريه شعبيه معروف هناك سوق شعبي ايه اسلم حجاب نفس حجاب ونفس ذي كذا اي نفس اسلم ايش سوى بجنبه فيه زي الحديقه كذا الحديقه ذي كذا حول علي حول الارض كذا الحديقه ذي كذا فيها مدافع ناريه العاب ناريه لكن الليل في العيد كل عيد ما شاء الله الامور طيبه كل عيد ما شاء الله من جا ذاك العيد تخيل حتى احنا نطلع من بيتنا نطلع على السطح نشوف اللي بجنبنا في وحده ما تعدت وعادها حول على عادها حول مستوله وهي تنفجر هي تحرق طلع من الشرم هي تحرق حديقه كامله احترقت تخيل ان النار نشوف النار اقسم بالله تشوف في الاخبار بلاد احترقت ما ادري ايش قسم بالله لا تشوف الحريق تقول لا اله الا الله لان هي كم يطير منها شراره ولد هنا وهنا وهنا خطيره يا ولد مثلا البيوت والاسلاك الكهرب ومثلا بسطات حولها حواليها بيوت شعر تحرق الدنيا حراق حتى البيوت نفسها وحتى هي كانت ما هي بعضها ما هي بصليه وعلى اول جيت هذا الحين عن اللي في المملكه برج المملكه عن طريق مسلمها قديت مع الجنب مدافع مع الجنب حتى اليوم الوطني الايام الوطنيه بس ايش بطريقهم على شو اسمه هذيك يا ربي ضمانات الاجهزه حقتها اما ذيك الاول لا تقول كذا يمكن مع حراره الدفع